قبل أن نتحدث عن العمليات الوقائية للحماية من سوسة النخيل الحمراء، بنحب نفكركم أنه لتيسير عمليات الفحص والعلاج وبصفة خاصة في المزارع الكبيرة، يفضل ترقيم المزارع وتقسيمها إلى قطاعات لسهولة الفحص ومتابعة النخيل المصاب والمعالج، كما يجب القيام بالفحص مرة كل شهر أو كل 45 يوم على الأكثر في جميع المزارع، وذلك لاكتشاف الإصابة مبكراً وسهولة العلاج. ومن الأدوات التي يجب أن تتوافر مع الفاحص مسمار حديد طوله 60 سنتي 7 لينيا بسن مدبب، للتأكد من وجود إصابة من عدم في الأماكن المشكوك فيها، ورشاشة صغيرة بها محلول المبيد أو عفارة بها كبريت زراعي مخلوط بالملاثيون لاستخدامه في حالة حدوث جروح أثناء الفحص، وشريط بلاستيك أو أي مادة ملونة لوضع علامات على النخيل المصاب لتسهيل الوصول إليه. أما أهم العمليات الوقائية فيمكننا أن نلخصها لك عزيزي المزارع في الآتي: 1- عدم زراعة فسائل وأشجار النخيل في مناطق سليمة تم أخذها من مناطق ظهرت بها الإصابة. 2- إجراء عملية التقليم خلال فصل الشتاء في شهري ديسمبر ويناير، مع ترك 10 إلى 15 سنتي من قاعدة الجريد، وعمل تاج للنخلة لتجنب ظاهرة التهدل التي تزيد نسبة الإصابات القمية، وكذلك إزالة الرواكيب وإجراء عملية التكريب وإزالة الفسائل غير المرغوب فيها، مع القيام بالتعفير أو الرش مباشرة بعد إجراء أي من العمليات السابقة. 3- فحص الفسائل جيدا قبل التقليع والتخلص من الفسائل المصابة بدفنها في التربة على عمق متر، ومعاملتها بالمبيدات الموصى بها، وغمر الفسائل السليمة في محلول المبيد لمدة ربع ساعة للحماية من الإصابة بالآفة، مع رش أو تعفير مكان فصل الفسائل، مع الحرص على عدم القيام بالرد إلا بعد التأكد من خلو النخلة الأم من الإصابة، والقيام بالعلاج في حالة ظهور الإصابات، وعدم القيام بالرد إلا بعد التأكد من نجاح العلاج. 4- الرش الدوري بالمبيد الموصى به، وذلك بطريقة الغمر من القمة للقاعدة، حيث تتشبع بذلك الألياف المحيطة بالنخلة، وذلك في فترات ذروة نشاط الحشرة في مارس ونوفمبر. عمل دوائر حول النخيل حتى لا يلمس الماء جذع النخلة، كذلك مراعاة التسميد النيتروجيني المعتدل حتى لا تزيد نسبة الإصابة. أما عن الأخطاء الشائعة التي نأمل أن يتوقف المزارعين عن القيام بها، فيلخصها دكتور محمد كمال رئيس اللجنة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مصر في الآتي: 1- حرق النخيل المصاب، وذلك لأن ما يتم حرقه هو الجزء الخارجي فقط، أما الجزء الداخلي الذي توجد به اليرقات فلا يتأثر وتكمل الحشرة دورة حياتها، ولذلك فإن الحرق يؤدي إلى إخفاء الإصابة، وبذلك تخرج منها الحشرات وتحدث إصابات جديدة في المزرعة والمزارع المجاورة. 2- تهدل الجريد نتيجة عدم ترك من 10 إلى 15 سنتي من قاعدة الجريد عند التقليم، مما يزيد من نسبة الإصابات القمية. 3- إجراء عملية التكريب للتخلص من قواعد الجريد القديمة في الصيف، وذلك مع عدم إجراء العمليات الوقائية، مما يؤدي إلى حدوث إصابة للنخلة في أماكن عديدة، وبالتالي يصعب مكافحتها. 4- عدم تغطية مكان فصل الفسائل وكذلك أماكن التأليم بكمية كافية من الكبريت، أو
عدم الرش بالمبيدات. 5. عدم إزالة النخيل المصاب بشدة، اعتقاداً أنه بموت النخلة تنتهي الإصابة، إلا أن أنسجة النخيل تظل حية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبذلك تستمر الإصابة وتنتشر الحشرة منها لباقي المزرعة والمزارع المجاورة. 6. عدم الاهتمام بتعفير أو رش مكان قطع الكيزان المذكرة، مما يزيد من نسبة الإصابات القمية لأشجار النخيل المذكرة. 7. زراعة المسافات بين أشجار النخيل بالمحاصيل الحقلية، حيث يعيق ذلك عمليات الفحص ويزيد الرطوبة حول النخيل، وبالتالي تزداد نسب الإصابة. وبكده نكون قدمنا لك أخي المزارع العمليات الوقائية والتي نذكرك بأهميتها الكبيرة في حماية نخلك وخفض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.